هزعل منك كده يا مفروض. لف ودوران والشغل اللي انت عملتيه ده انا ما بحبوش. تليفون صوره واجيب لك الواد لحد عنك. انما تكلمي حسن لا. انا مسافره مصر. بالسلامه. مش هرجع تاني. ليه؟ هتنقل لهناك. كنت جايه اشوف ولدي وقصة حصل عليك. وما كلمتنيش انا ليه؟ رتال انا مسافره ومش راجعه تاني. وكنت جايه اشوفه لاخر مره. خلي بالك منه. بتقولي لنا الكلام ده دلوقتي ليه يا مفيد؟ عبد الحكيم في عيني. من اول ما دخل البيت ده وانا حاطاه في قلبي وبعتبره زي عبد الله بالظبط ويمكن اكتر. ما تقلقيش عليه. اوعى تفتكري ان انا ممكن اذي عيل صغير يا مفيد. هيبقى غصب عنك. قلبك هيميل لعبد الله اكتر منه. مش هتقدري تنسي انه والده مفيد. ابن حسن ومفيد. تعالي يا مفيد. هتسيبي البلد ليه يا مفيد؟ عشان زهقت من عيون الناس وكلامهم عليا في الرايحة والجاية. عشان مش عاوزة كل ما اطلع من البيت افكر 100 مرة امشي في اي شارع ولا حارة. الناس عفشة قوي يا رتال. خدي دول يا مفيد. مستورة الحمد لله. بس سايق عليك النبي. خلي عبد الحكيم أمانة في قلبك. مش هقول لك عامليه كيف عبد الله. بس عامليه زين. هو في الأول والآخر عيل صغير. ملوش ذنب في اللي بيحصل ده. اعتبريه يتيم يا ريتال. اللي أنت بتقوليه ده يا مفيد. أنا هستنى إنك تكلميني عشان تيجي تشوفيه. أقول لك على حاجة. أنا ممكن أجيبه لك لحد مصر كمان. ولدي أمانة في يدك يا ريتال يوم الدين. إيه الأخبار يا أبو علي؟ تمام الحمد لله. الحمد لله على كل حال. أنا كنت عاوز أتكلم المحامي يجيب لي تصريح. عاوز أزور أمك كريمة. حصل وعملت كده. تصدق يا واد أنت ابن حلال. أنا عايز أروح لها وأقول لها إن فرح شهد قرب وكمان عايز أعرف إذا كانت تحضر ولا لا. عشان كده أجلت الفرح. أنا كنت ممكن أوافق إن الفرح يكون بعد الحنة طوالي بس قلت وادي استنى بقول لما كريمة تبقى جنب بنتها ليها وضع تاني. هي شهد كانت عايزة كده. هي صح ما طلبتش بس الواحد لازم يبقى حسيس وفاهم ولا إيه؟ صح. هتروح لها أنت ولا أروح لها أنا؟ أنا وأنت واحد. كنت عاوزك في حاجة تانية. عايزين نعمل صدقة جارية لروح أمك الله يرحمها عشان الناس تترحم عليها. شوف بقى وقول لي ممكن نعمل إيه. اللي أنت شايفه أخوي. أيوه. أنت بتقول إيه؟ طب اكفي. في إيه يا حسن؟ في ده اتقلبت بيها العربية. طب مستني إيه؟ روح شوفها وطمني. يلا يلا. علي العظيم جيب العواجب سليم يا رب. ايش يا حسن؟ ما تهدي يا رتال. ما فيش حاجة حصلت يعني. هتلاقيه جري وراح لها. يا ستي وماله؟ ما هي البنت غلبانة وما عندهاش أي حد يراعيها. أقطع دراعي من هنا يا زينب. أما كانت لعبة هما الاتنين عاملينها عليا. ده شغل جوازي وانا عارفاه كويس قوي. الله، معقوله انت لسه بتفكري كده برغم كل اللي عملتيه معاها؟ طب خلاص يا حبيبتي احنا بعد شويه هنعرف الحقيقه. ولو طلع الموضوع لعبه اعملي اللي انت عاوزاه يا ستي. خلي بالك يا ريتال، سوء الظن هو اللي بيجيب مشاكل. ماشي يا زينب، هسكت ومش هفتح بقي. بس انا وانت اهو، لما كانت لعبه عاملاها البت دي علينا. طمنا يا حسن، ايه الاخبار؟
عملت ايه حسن؟ حالتها صعبة قوي. يعني ايه حالتها صعبة؟ الله الدكاترة قالوا كده يا ريتال، يمكن ما تعرفش تتحرك تاني خالص. انت بتكذب عليا مش كده؟ بتكذب عليا يا حسن، ودي لعبانته الاتنين عاملينها عليا عشان تجيبها تقعد هنا مش كده؟ تقدر تروح المستشفى وتسألي. بس يا ريتال قولي يا حسن، هي حالتها صعبة قوي كده؟ ايوه. طب خلاص انا هروح ازورها. المشكلة انها محتاجة رعاية، هتطلع من المستشفى تروح فين ومين هيقعد معاها؟ مش عارف هعمل ايه. ناوية تعملي ايه بقى؟ هاجي معاك يا زينب. عامله ايه مع فتحي؟ عالي يا اخويا الحمد لله. الحمد لله، ربنا يصلح حالكم. يا رب يا اخويا. بقول لك ايه، انا ما بقتش فاضيه له، انا وقتي كله رايح. رايح على ايه؟ على الجروب، زوجات ضائعات. تعرف يا اخويا البلد مليانه مشاكل، كل يوم حالة طلاق، اللي طلق مراته عشان حلت الملوخية، واللي طلق مراته عشان ما بتعملش الويكا، واللي فتحت الباسورد بتاع الموبايل، حاجة مش معقولة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. آه والله. المهم فتحي عامل إيه في الشغل؟ باب النجار مخلع، وأنا مكسوفة أقول لك خده معاك لأنه ما بيسترش. سيبيه أنا هتصرف معاه. المهم أنا كنت عايز في موضوع مهم. قول يا أخوي. أنا جايبك هنا عشان أقول لك ورثة جدي، والأرض أنا هزرعها كلها مش هفتتها. يا أخويا عين العقل، هي الأرض تنفع لو اتفتتت؟ الأرض لازم أن تكون جار بعضها. عندك حق، وحسابك أنا هحطه في البنك، أو أدهولك تشتري بيه ذهب، أو ترمي لي الفراخ، أنت حرة. ربنا يخليك ليا يا كبير، بس يعني فتحي. أنا لسه كنت بتكلم مع عمتي، أنا هفتح له مشروع. جد؟ مشروع ايه؟ فتحي عايز يقعد والفلوس تيجي لحد عنده. انا هفتح له دكان. دكان؟ دكان ايه يا اخوي؟ يبقى متجوز شمس بنت عبد الحكيم من بيت عبد الجواد، ويبقى هو عنده دكان؟ لا خلاص يا ستي، سوبر ماركت. بقول لك ايه، ما تفتح له بلاي ستيشن. فتحي بيموت في الانترنت، طول النهار بيلعب ببجي، وجايب فرقه محروس والعيال كلها. قومي قومي قومي، بلاي ستيشن انت هبله. بهزر معاك، خليها سوبر ماركت.